انتعاش كبير يشهده قطاع السياحة في قطر مع اقتراب أهم حدث كروي عالمي. فالدوحة اليوم باتت وجهة لتوافد مشجعي كرة القدم ومحبي السياحة. استعدادات كبرى تعمل الدوحة على تجهيزها لتوفير سبل المتعة والراحة للجماهير من حيث الإقامات الفندقية، سواء من فئة 5 نجوم أو الأقل تصنيفا والقريبة من الملاعب، بهدف خلق تجربة لن تنساها الجماهير. دولة قطر وعدت أنه هذا المونديال كأس العالم 2022 حيكون استثنائي وفريد وتجربة فريدة، ونحن كفندق مونريال ملتزمين بهذا الوعد وعم نجهز نفسنا بكل مرافق الفندق، وخصوصا المطاعم منا تستقبل زوار ومشجعين كأس العالم ليكون عندهم تجربة فريدة ويستمتعوا ويشجعوا الفرق المفضلة تبعهم بأحلى طريقة ممكنة. ورغم ارتفاع درجات الحرارة، فإن حركة السياحة بدأت مبكرا هذا العام من قادمين من دول مجاورة وأخرى بعيدة لاستكشاف المناطق التي تعكس الإرث والهوية القطريين، كسوق واقف بأزقته ومحله العتيقة وغيره من أماكن سياحية ستكون أكثر اكتضاضا بالزوار بعد أيام معدودة. إنه بلد جميل وهادئ ومناسب للسياحة. الطعام جيد، وأنا أعشق ثقافة هذا البلد لأنه آمن جدا وممتع للتجوال. تعول قطر على المونديال الذي يقام لأول مرة في تاريخه على أرض عربية من أجل لفت أنظار العالم إلى مشروعاتها السياحية المتعددة التي تأتي في سياق خطتها الوطنية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية قطر 2030. يستعد هذا المطار لاستقبال مئات الألاف من مشجعي المنتخبات الكروية المشاركة في مونديال قطر، الدولة التي قد تصبح بعدها وجهة جديدة ومعتمدة لدى الكثير من عشاق السفر والسياحة في العالم. من مطار حمد الدولي، وهبة بوحلايس، العربي.